بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وخريجي كليات تجارة في جمهورية مصر العربية، النهاردة إن شاء الله بنقدم فيديو مهم جدا بيتكلم عن إيه هي أهم الدورات التدريبية أو المتطلبات اللي أنا أقدر أحصل عليها عشان أكون جاهز في الالتحاق بسوق العمل، سواء كنت طالب أو خريج أو حديث التخرج في كليات التجارة. عايزين نأكد بس على نقطة مهمة جدا، إن لو حضرتك عندك تخصص معين في الكلية التحقت بيه، مثلا لو حضرتك دخلت كلية تجارة وتخصصت محاسبة، مش لازم بعد ما تخلص الكلية إن أنت تشتغل في التخصص بتاعك، لأن ممكن يكون سوق العمل في الفترة دي عنده تشبع من تخصص المحاسبة. طب إيه الحل؟ لو أنا فضلت مستني فرصة العمل بتاعتي الخاصة بالمحاسبة، يبقى هفضل قاعد في حالة بطالة. عشان كده بنقول احنا عاوزين الخريج المتنوع. يعني ايه الخريج المتنوع؟ اللي بيبقى عنده مهارات في التسويق، بيبقى عنده مهارات في الاي تي، بيبقى عنده مهارات متنوعه في مجالات اداريه اخرى زي الاتش ار والبي ار والحاجات دي كلها. وبالمناسبه لازم حضرتك تكون عارف الاختصارات اللي بتتقال في السوق. يعني دايما الاتش ار اللي هي الموارد البشريه، نتكلم على البي ار اللي هي العلاقات العامه. طيب اول حاجه عاوزين نشوفها بالنسبه للدورات الخاصه بالمحاسبه. لو انت تخصصك محاسبة، يبقى لازم تاخد كل الدورات التدريبية الخاصة بالمحاسبة علشان تقدر تنمي القدرات بتاعتك. طب لو انا مش خريج اصلا تخصص محاسبة، انا تخصص اقتصاد او تجارة خارجية او ادارة او احصاء الى اخره، لازم على الاقل تاخد لك كورسين في المحاسبة، اما المحاسبة بالاكسل او المحاسبة الالكترونية. يبقى ده المينيموم بتاعك في المحاسبة. يعني انا تخصصي مش محاسبة، مفيش مشكلة. ليه؟ لان ممكن في فترة من الفترات السوق يطلب حتة او يطلب فرص عمل في المحاسبة، فلازم اكون جاهز في الحتة دي. طيب خريج المحاسبة نفسهم بيضطر بقى ياخد البي اف اي اللي هو المحاسب المالي المحترف، السي ام اي محاسب اداري، الاوريكال، برامج كتير جدا يقدر يشتغل عليها في المحاسبة. يبقى لازم نفرق ما بين حالتين. لو انت تخصصك الاساسي محاسبة، يبقى لازم تاخد كل الدورات التدريبية المتعلقة بالمحاسبة. لو انا تخصصي مش محاسبة، على الاقل لازم اخد كورسين محاسبة بالاكسل او محاسبة الكترونية. العنصر الثاني الاي تي، الانفورميشن تكنولوجي او تكنولوجيا المعلومات. عاوزين نتكلم بقى ان لازم اي تخصص عندك في الكلية لازم من حضرتك تكون ملم وحاصل على دورات تدريبية في الكلام ده، اللي هو ايه؟ في الاكسل، في الوورد، وفي الباوربوينت. التلات حاجات دول اساسيات. اي تخصص ليك، سواء كنت تخصص محاسبة او تخصص اقتصاد او ادارة او احصاء او تجارة خارجية، لازم على الاقل تكون بتعرف اكسل كويس، بتعرف وورد كويس، وبتعرف باوربوينت كويس. طب لو انت حابب المجال ده، لان في طلبة بيبقى عندها خبرة وعندها هواية وبيعرفوا الاي تي كويس جدا، ممكن بقى تشتغل في الموبايل اب اللي هي التطبيقات الخاصة بالموبايل، ازاي تعمل موبايل اب بنفسك، تشتغل في البرمجة، تتخصص في النتوركينج، في الويب ديزاين، فكل ده في مجال الاي تي. يبقى برضو نفس القصة، البيزكس بتاعتك او الاساسيات اكسل وورد باوربوينت. حابب ان انت تكمل في المجال ده اكتر، حابب ان انت تجمل في المجال ده اكتر، ممكن تشتغل على الموبايل اب او النتوركينج او البروجرامينج الى اخره. برضو في حاجات تانية ممكن نتكلم بقى على التسويق. دايما من وجهة نظر الشخصية ان المجال الخاص بالتسويق من اهم المجالات اللي السوق دايما ما بيقولش لا انا مش محتاج مسوقين. لا بالعكس، السوق دايما في كل الفترات بيبقى محتاج ناس متخصصة في التسويق. اي تخصص انت موجود فيه لازم يكون عندك بعض الدورات التدريبية في التسويق. على سبيل المثال لو بنتكلم مثلا على الديجيتال ماركتنج اللي هو التسويق الرقمي، او في حاجة التسويق الالكتروني، او في تسويق السوشيال ميديا، يبقى دول اتنين اساسيين جدا لازم يكونوا معاك، دورة في التسويق الرقمي او دورة في السوشيال ميديا او التسويق الالكتروني. لو انت حابب ان انت تتخصص اكتر في او تتعمق اكتر في المجالات الخاصة بالتسويق، ممكن تشتغل على مثلا تعمل الاعلانات القصيرة بالجرافيكس، وتعمل افلام قصيرة للحملات الترويجية والكلام ده كله، ممكن تصمم حملات اعلانية، ممكن تشتغل او تاخد دورات تدريبية في ادارة العملاء، وممكن تعمل بحوث التسويق. يعني دايما
عنصر التسويق او مجال التسويق مجال خصب جدا، مجال واسع جدا، بيقدر ان هو يستوعب حاجات كتير موجودة. ومن اهم المجالات اللي لازم حضرتك تاخد فيها دورات تدريبية كتير جدا وتحصل على دورات تدريبية في المجال ده. المجال اللي بعد كده متنوع. يعني ايه متنوع؟ يعني انت لازم في مجال اللغة مثلا تبقى عندك لغة انجليزية ولغة اخرى. اللغة الانجليزية انا مش محتاج منك الجرامر اللي هو دو داز والكلام ده، لا، انا محتاج ان انت تسمع انجليش كويس وتتكلم انجليش كويس، يعني تسمع وتتكلم، تسمع وتتكلم. لغة تانية غير الانجليزي، يعني لو انت حضرتك عاوز تاخد لغة فرنسية، الماني، ايطالي، على حسب اللغة اللي انت بتحبها. الاتش ار برضو ممكن تاخد دورات تدريبية في الموارد البشرية، البي ار العلاقات العامة، دورات تدريبية في دراسة الجدوى، ازاي تعمل دراسة جدوى والتمبلت بتاعها، ادارة المشروعات سواء كانت مشروعات صغيرة او متناهية الصغر. في حاجات بقى متخصصة في الجزئية دي مثلا زي اخصائي تصدير. اخصائي التصدير ده دورة تدريبية بتتعمل تابعة لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وفي مخلص جمركي، ازاي تشتغل في عملية التخليص الجمركي والجمارك والاستيراد والحاجات دي كلها، دي برضو تابعة لوزارة المالية ومصلحة الجمارك. اللوجيستكس بمختلف المجالات بتاعتها سواء كانت التخزين او النقل او الشحن او المناولة والمراسلات التجارية، ازاي حضرتك تقدر تعمل مراسلات تجارية، ازاي تبعت عرض اسعار للشركة وازاي ترد على عرض اسعار، كل دي حاجات فنيات كتير جدا بتبقى محتاجة تخصص ونموذج تقدر تشتغل عليه. السؤال بعد كده اللي دايما كلكم بتسألوه، الأماكن. يجي السؤال دلوقتي، طب ايه هي الأماكن اللي أنا من خلالها أقدر أخد الفرصة إن أنا أحصل على هذه الكورسات أو الدورات التدريبية؟ طبعا احنا الفيصل عندنا في كل حاجة جوجل، يعني لازم تدخل على جوجل وتسأل اخد دورات ازاي في التسويق الرقمي، في الاوراكل المحاسبي، في الجرافيك. بس انا هقول لكم على سبيل المثال كده، لو دخلت على صفحة الفيسبوك عندك وكتبت في السيرش هنا مركز البحوث والدراسات التجارية كلية التجارة جامعة القاهرة، هيجيب لك الصفحة دي. الصفحة دي ده مركز معتمد طبعا وتابع لجامعة عريقة زي جامعة القاهرة، بيقدم كورسز ودورات تدريبية كتير جدا. اغلب الدورات التدريبية اللي احنا قلنا عليها هتلاقيها متوفرة على الموقع الخاص او الصفحة الرسمية الخاصة بالمركز، مركز البحوث والدراسات التجارية كلية التجارة جامعة القاهرة. هتلاقي عندهم معظم الدورات زي مثلا الاوراكل المحاسبي او المحاسبة بالاكسل او التسويق الرقمي، بيبقى عندهم كل الحاجات دي. يعني على سبيل المثال هنفتح كده، بيبقى كاتب لك هو المعلومات الخاصة بكل دورة تدريبية والأسعار كام والحاجات دي كلها. طب لو انت عاوز تدخل على جوجل عادي هتكتب اوراكل محاسبي، بيجيب لك كل الأماكن اللي بتقدم الكورسز دي. ادي مثلا برضو لو انت عاوز حاجة في تصميم الجرافيك بيجيب لك برضو دورات، ممكن تبقى في دورات اونلاين، ممكن تبقى في أماكن معينة. وادي مثال اخر على التسويق الرقمي موجود، ديجيتال ماركتنج. المهم عندي هنا ان المكان اللي حضرتك هتحصل فيه على الدورة التدريبية دي ما يكونش مكان غير مرخص، ما يكونش مكان غير موثوق فيه. وبالتالي لان في بعض الافكار كده بتيجي من بعض الناس انه بيعمل اي شقة وبتاع ويقول لك اه ده مركز كذا كذا للتدريب، لا، لازم تدخل على جوجل وتقدر تطمن. وفي حاجات كتير جدا ممكن تحصل عليها اونلاين في الجزء ده. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، وان شاء الله نوعدكم يكون في فيديوز اكتر بتنمي المهارات بتاعت حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.